بعد الاستعمار هوات القلوب نزيتو قليل. انا خي ما عنقاش لعب الدور، انا عندي ناس داخل البلاد قايمين بيه. امريكا ما مشتاش جيوش في البلدان العالم الثالث، فرنسا ما مشتاش عندها جيوش ديالها، عندها بعدا النوفيل ليجيون اترانجير اللي هما المثقفين جزء منهم، وليس يوجد اكبر مرتزقين مثل جزء من ما يسميو نفسهم مثقفين بالعالم الثالث. تيتبعوا ويتشراوا السوق، ولا ما تيقتلونيش عطيتي اي واحد تقول لك ثمنه في البورصه. هذا تشريف كتاب الدوله، هذا تشريف والي، هذا تشريف طوموبيل، هذا تشريف منصب سفير، هذا تشريف اي شيء ما بغيتي. تيتبعوا ويتشراوا. يلعب لي في جهه من الحزب ويقول لي انا، ولا غدا يجي مع الشعب وبعد غدا هو قال لي في المجلس، ولا غدا هو انا. ما يمكنش. وهذه المصداقيه من ناحيه المثقفين هذا هو ما بعد الاستعمار. نجي نحتلك وخلص عليا. الولايات المتحده ربحت 20 مليار في احتلال السعوديه وفي الحرب اللي دارت العراق. 20 مليار ربحت. الناس صدقت عليها. لا تقول لك ربيني وكبرني وزوجني وشوف الناس كيف تكون. هذه هي الهيبه اليوم الامريكانيه اللي مبنيه عن عدم اساس. ولا يمكن ان تطول بلاد حكم عليها بالاعدام. وستكون الا التغيير الواحد اللي يمكن ينتظر في امريكا، وهي ان تكون اول بلاد العالم الثالث. وبمعنى اولا من الناحيه السكنيه. لان دابا 5 سنين اول لغه في الولايات المتحده ستكون الاسبانيه. اكبر ولايه ثانيه بعد نيويورك هي كاليفورنيا. كاليفورنيا عدد البويض اقليه. الاكثريه في كاليفورنيا اليوم اما كحل، اما يابانيين، اما كوريين، اما صينيين، اما ايرانيين، اما مكسانيين. نيويورك قبل سنة 2000 ولاية نيويورك لأكبر ولاية ستكون مثلها كذلك، لأن هذا أعطى ربي بعد العالم الثالث يزادوا عندهم الدراري وتكثروا، وهذا نجاح كبير. والخطة الثلاثة ديال الأشياء اللي تتخلع على الغرب، وهذه 20 عام وتدخلها، هي الديموغرافية. ولهذا اللي بغيتي يقول له تلقي من الناس اللي يعطيك الفلوس اللي بغيتي. فهمتي؟ يبقى لك الدعايه في ميديا في هذا في هذا في هذا، يعني اللي بغيه غير اجي قول له غادي نحدد النسب باش داك هادو البوش ديال العرب وديال الاسيويين وديال الكحال وديال البويض ما يضيقوش بينا. إن ما يمكنش. خصكم تعرفوا اكبر ازمه وهذه مستقبليه في الضيق، وهو اوروبا اللي كانت تمثل 20% 22% من سكان العالم في بدايه القرن لا تمثل الا 12% اليوم واقل. وفي دابا 30 عام غادي تهبط 8%. الغرب كله بما فيه من الحضاره اليهوديه المسيحيه اليوم تيمثلوا 18% من سكان العالم، لكن محتلين 80% من الاقتصاد ومجموعه الانتاج العالمي بما فيه التجاره والعلم. ما غادي يمكنش. من دابا 10 سنين داك 18% الغرب غادي تهبط ل 14%، والجنوب غادي يولي 86%. ومن دابا 50 عام شنو 50 عام؟ 50 عام كنت تكون هذه 50 عام باش عبد الله يسلم الله يرحمه. شوفي تصير حياة الإنسان. من دابا 50 عام غاتجبر هذا البويض لأنه ما تيعملوا العرق، وراحنا ماشي بويض. ما تعرفش تكون صبرتي في حياتك تمشي لأي محل إلا اعتبرتي نفسك بيض وعندك اسمك محمد سير الطين. فهمتي؟ غادي تشوف بأن غادي ينزلوا هما 8% إلى آخره. واش غادي يبقى يمكن لها 8% في سير العالم؟ وفيه ظاهرة، وهذه هي المؤشرات اللي الحمد لله تيتفائل بها الإنسان، وهو الآن العالم الثالث وصل من ناحية المشاركة العلمية في العالم إلى درجة أنه صارت عنده أغلبية. اليوم كسر من 50% ديال المثقفين وعلماء بشهادة دكتوراه وأكثر من أصل العالم الثالث. العام اللي دات في أمريكا 55% ديال الناس بالدكتوراه وأكثر اللي دخلوا خداو عمل في أمريكا ما كانوش مستعدين في الولايات المتحده. وزمان كنت نحارب مهاجره الادمغه. اول دراسات مهاجره الادمغه درتها في عام 68، حتى واحد ما تيثق بيا بان الادمغه تهجر. اليوم والله العظيم وبكل فرح اي واحد تيجي عندي نقول له ما عرفتش قيمتك شنو الوزاره مشيتي تلقى ما عرفتش هز حوايجك رجع. الان تنامن بالدياسبورا. الدياسبورا لان سافرت وحياتي كلها سفر، يعني قليل مع محاضرات العالم بإسره، والآن أكثر وأكثر للطلاب عرب ومسلمين، وتنفتخر بالمستوى ديالهم العلمي، بالمستوى الأخلاق ديالهم، بالرؤية اللي عندهم، بالاعتناق ديالهم لمبادئ أساسية
ولقيام هما داخل أوروبا، داخل أوروبا هما، ولكن محافظ على روح حضارية حقيقية أكثر من هذا. أنا تنخشى والله العظيم ولادي كبروا، أما كنت بغيتهم يطلعوا مسلمين لي بصح سيفتهم لباريس، سيفتهم لندن، سيفتهم لهونغ كونغ، سيفتهم لشي حاجة. أنا تنخشى والله العظيم ولادي كبروا، أما كنت بغيتهم يطلعوا مسلمين لي بصح سيفتهم لباريس، سيفتهم لندن، سيفتهم لهونغ كونغ، سيفتهم لشي حاجة، لأن غنكون تيقن أن غادي يطلعوا مسلمين بمعنى مسلمين، ماشي قضية الصلاة أو قضية رمضان، قضية ديال البيئة، ديال الهيئة. إحنا الأشياء الواحدة اللي حاربت هذا الاستعمار وإحنا بعد الاستعمار كان شيء واحد، هو لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. صدام حسين ما تيآمنش، ما كانش شيء آمن، نهار اللي عمل الله أكبر عرف شنو هي قيمتها وشنو هي. سي با دلا ديماغوجي. كملكم ها السياسة المستقبل، ها اش تيقول هاد مسيو واشنطن، تيقول أن أقبل خطر ما يخص الغرب هو غادي يجي من الحضارات ومن الأديان ديال كونفوشيوس وديال الإسلام. وتيطلب من الناس من الآن أن فين ما كانت شي حكومات عندها تفاهم مع الغرب بحال هادو اللي وافقوا كلهم على اتفاقية واشنطن، خصها تساعد، خصها تعاون، خصها تعطيها الأسلحة، خصها تعطيها المعاونة للمخابرات الأمريكية، وخصها تلقى باش يبقى الاستقرار وما تغير حتى حاجة ويبقى الأمن. والاستقرار هو أكبر عدو للتنمية، أكبر خطر هو الاستقرار. الاستقرار هو ما تغيرش، هو الماء اللي ما تدوز قدامه تيتخو، يعني إلا بقى ما تحركش ما دايزلكش به التصلة. أنت باش تضى بالماء، إذا كان الماء ما دايش باش يحلل عليك تضى به. إذا المفروض هذا الاستقرار عند الغرب هو تبقى كما أنت مكملش. وتيقول خصهم يحذيو راسهم كيف هي، يعني واضحة. ها هي نقرا لكم الجملة. وقال بالإنجليزية: to limit the expansion of the military strength of Confucian and Islamic states. دراسك الدول الإسلامية والكونفوشية يعني الصين، عندك عسكريين يتطوروا، يعني العراق وصلت القنبلة الدورية دخل بابها، ما عندها علاقة لا بالكويت ولا بصدام حسين ولا بحاجة. لا يسمح لبلاد من العالم الثالث أن توصل لدرجة تكنولوجية أن تقنع مراتهم واللي قتلهم. والعراقية البلاد الوحيدة في العالم العربي والإسلامي اللي قتلتيلهم كلهم عندهم العلماء ديالهم، هرسيلهم هذه ربي يصوبوا الحزب منها، ماشي بحالنا. تصوفت هذه عيط في التليفون، عيط لايفا، عيط المساعده الفرنسيه، البنك العالمي عندكم شي وتصيفطوا لنا، الله يخليك يصلح لنا هذا الميكرو منين جا ما نعرفوش. يا حبيبي قول راسي مي ضحكوا على راسنا. سمحوا لي طولت، لكن ما كانش المقصود هذا، كان امور اخرى نذكر عليكم فيها اللي بينا، وان هذا النظام الجديد هو هيمنه، هنالك دوله وحده مسيطرة على العالم لكن لمدة قليلة، 10 سنين على الأكثر. توقعي فيما يخص العالم الإسلامي عندنا 10 سنين إلى 15 عام، لكن ربحنا الوقت لأن الأشياء توضحت. عندنا تقريبا 1 مليون ضحايا في السنة، هذه دابا 2 عامين والعالم الإسلامي تأدي 1 مليون، خصنا نخلصوا 1 مليون بحال الزكاة. كاين اليوم 1.2 مليار ديال السكان، حنا يمكن نخلصوا 1 مليون في العام، إسرائيل خلصت 1 مليون في العام بعد 3 سنين تقضى. لكن هذه الضحية بالأسف، يعني لزنا أفغانستان، بوسنيا مات فيها 350,000 واحد، تكرسوا على 150,000 مرة، 2,800,000 لاجئ. ونآمن أن هذا الغرب حقوق الإنسان ديالو، مفاهيمه ديال الديمقراطية، مفاهيمه ديال حقوق الإنسان وديال كرامة الإنسان، إذا كان نفاق، لكن كذيب وهو عندهم، لكن أكبر منافقين هم اللي تتعاملوا مع المنافقين. وشكرا.
السيدي انا بنديكم لكن ما بغيتش نتكرس على الناس يطولوا. انا جيت حقيقه الديمقراطيه الحقيقيه، انا المحاضرات قلتها لك ما تعجبونيش بعدها في هذا النوع، وهذه اول مره من هذه 4 سنين تلقي محاضره خارجه على ميدان جامعي ولاسباب ما غنرجعش عليها، فهمتي، على حريه التعبير وعلى المعامله اللي تعاملت بها بعد المسؤولين ما بين قوسين وما نرجعش اليها. لكن عملت استثناء في مكناس لاول مره هذه 5 سنين تلقي محاضره خارجه على مؤسسه ثقافيه وعلميه. اذا لا لنا تنحتفظ بحريه التعبير، واسمحوا لي حتى الشخصيات اللي هنا، وتنواخذ عليكم شيء، تنواخذ على الناس في الاول في لي فوتو الاخرين تشلي مع عمري تلقي محاضره بحال هكا. لكن اسمح لي اللي بغيت نقول ثالث، حيث درت هذا رانا ما تنستفد الا من شيء، العطاء ما تيكون الا الانسان خداع عاوتاني. انت تصور انا بحال قربه دابا خويا خصني اللي غادي يعمرني نعرف افكاركم، نعرف شنو هو المستوى الشباب ديالنا والناس ديالنا، شنو هي الجراءه والحريه اللي عندهم باش يعبروا. حنا الفرنسيس كان واقف 70,000 الجيوش وتنوضوا ونعجبوهم ويدخلونا الحبس. شنو دخلنا الحبس؟ 14 عام ونص دون شهر في الحبس في فران. شنو هي احسن درس حياتي وتتعزوا عليا الا ما دخلتوش الحبس لاسباب سياسيه؟ ما كاينش اللي تيدمي قد الحبس، ما بعطيش لكل واحد الحبس هذا الشكل اللي تنهضر، انما ما بقاوش الناس اللي يستحقوا يدخلوا للحبس بالطريقه اللي تنعني بها. قبل ما نوصلوا للحبس قبل ما نوصلوا للحبس على الاقل نشوفوا كالناس ما هو المستوى ديال التعبير، وما تقولوا ليش لا ما تيمكنناش نهضروا. هضروا، شكون اللي مزول لكم؟ اذا لاش تجيو المحاضرات الى غتسموا ما تعبروش على الراي ديالكم؟ وانا تيهمني نعرف شنو هو الراي ديال الناس وبالخصوص الشباب، لان هذيك هي المؤشرات باش نخدم انا باش نعرف علاش البليلين غاديين. ما تيهمنيش نضيع شكري نقرا كلام دوزيش قال في الخطاب ديالو، والله ما تنقراهم ماشي على شي سبب، لان ما تهمنيش، عنده 55 عام الرؤيه ديالو تقاضات، ما عرف راسو كان مازال في الحكم ولا مازالش، ما بغى نضيعش وقتي فيها. لكن يمكن لي يهمني نسمع واحد ديال كعمل اميموار ديال السنه الرابعه في كليه في الميدان، نمشي نسيب عليه ونقراه، لان هذاك هو اللي غدا وبعد غدا غادي ياثر على التغيير. عندنا اللي وصل بعدها ولا جالس لي تما ولا في كرسي عالي ما تهمنيش، لان دايز لا يدوم الا الله. خاصني نعرف هاد الشباب اللي طالع الليل غادي يمشي. اذا المناسبه بحال هذه اللي فيها الشباب، سمح لي انا ماشي اسئله، نبغي تعاليق ونبغي حتى اسئله، لكن بشرط واحد، وهو سمحوا لي ان ما نواجهش على كل وحده، يمكن ناخذ كلام، ناخذ عدد باش تعطي ديمقراطيه حريه اكثر الناس تعبر، ويسمحوا لي في الاخر الا ما واجبتش على كل واحد. انا باغي نسمع والله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبي غادي نحاول، انا ما نقدرش نرد على الاسئله كلها، وحقيقه بحال اللي قال واحد من الاخوان لما طلبت منكم هذه المده هذه انا هي اللي تنستفد منها اكثر، لان تنشوف موضوعيا شنو المشاكل اللي تتهم الناس، ولو كان جزئيه احيانا عندها اهميتها. وخصكم تعرفوا واحد القضيه من ناحيه ديال التجربه ديالي او معاملتي مع المعرفة، هي من نوعين، كتابتي شيء، الكتابة تكون خدامك الكاغيط والكلام أو الحاسوب وبينك وبينها، وكل كلمة وكل عبارة بحال اللي تولد تترجع على هذا وفيها واحد الأسلوب آخر. لما تتكون شفاو يعني مع الناس موجودين تنبقى نحضر ومعمري ما تنقرا كلمتي، توقع واحد تفاعل مع قاعة وتعلم شيء، هو الاحترام هو اولا نوع صراحه. كل ما تتعب تكون صريح، كل ما هي الطريقه ديالي انا باش تنحترم الناس. ما تنعرفش المجاملات، ما تربيتش فيهم، وحتى واحد ما عمره ما ياخذها مني مجامله لله. اذا تنعتذر من هذه الحيثيه. اذا دائما كان فرق، كاين حاجه اخرى اللي بيداغوجيه، عدد الناس هنا تربويين. الفرق لما تتكلم هكذا دائما كاين واحد 5% بالمبالغه، كاينه 5% بغلبه. علاش مقصوده؟ لان في العلم ديال اللي تيتسمى لا باليستيك
ملي انت تبغي تقيس واحد الحاجة إلا صيبتيها بسرعة ونيشتي عليها ما تتقيسهاش، تيخصك تزيد ضرب لها الحساب إنها راه غتمشي أبعد، وتتزيد داك 5% بحال اللي تيزيد شي شويه جليبزار ولا سكين جبيب شي طاجين تتزيدها حقيقة، لكن مبالغة تلقائية، وتيخص الإنسان ياخذها بعين الاعتبار هذيك بحال الطارة طبعا. لكن هذا هو النقاش باش من بعد الإنسان تيتبنى، بأن بعض الناس هذيك تتجبد بها حتى بعض الناس تتبالها واحد شويش واحد تيقول لك لا زرفتي ومعاه الحق باش تخلق واحد الديناميكية. المهم هذا رجع لبعض الأسئلة يعني بطريقة بسرعة شمولية، وممكن نخلي واحد من الساعة أخرى إلا الناس ما عندها مانع باش الناس أخرين تتكلم، لأن الديمقراطية الحقيقية أو الشراء هو أن الإنسان تيقسم في الطريق. أولا قضية إحصائية، تكلموا سعود الناس 7 منهم بدأوا بسم الله الرحمن الرحيم ما اخترتهمش، هذه ظاهرة في عام 93 القاعة سيتاني شانتيون من ناحية إحصائية ما كافياش. حاجة أخرى هذه 10 سنين ما كانش ممكن يتكلموا 9 الناس متابعين بعربيتهم كما سمعت اليوم، كان غير ممكن هذه 10 سنين، وهذه المؤامرات اللي خلعة بعض ليزانتيليكتويال وبعض المرتزقة وبعض المسؤولين عنا اللي تاريخهم وأساسهم كلهم بني على اتصال الحميم مع الحضارة الفرنسية، وهذا من المؤشرات علاش قلتها اللي أنا بآمن ما نبغيش يكون عندكم فكرة لا يوجد فوق الأرض صدق الله العظيم إنسان متفائل أكثر مني، لأن لما كنتش متفائل ولما كنتش إنسان ولما كانش عندك قيم الحب والاتصال ما بين الناس والإنسانية والعدل والإحسان واللي بغيت يجمعه كله ما تدخلش الدراسات المستقبلية. تدخل الدراسات المستقبلية هي تتحس بواحد الإحساس داخل نفسك أنك قاسم كل شيء مع الإنسانية، وأنا ما تنفرقش والله ما تنفرق أنا لا ما بين الإيطالي والإسباني ولا الفرنسي، وخاصة نهضر هكذا قول لكم أمور تستعجبوا فيها. تنواجه الفرنكوفونية أول ما تصل بيا هو في ليليزي تصل بيا نعاونهم يعاودوا يفكروا في موضوع الفرنكوفونية والفرنكوفونية. تنواجه فرنسا والسياسة الإعلامية ديالها والإذاعات والتلفزة، والبارح جاتني برا من النائب العام ديال الصين الفرنسي وهذا تيطلبوا مني كالخارج الأجنبي الوحيد ندخل لجنة فرنسية تتكلف بالإذاعة والتلفزة في فرنسا، تيقول لك بالي ندار صبروا والمعزين فكروا. هذه فرنسا اللي ما تيدورش نهار اللي ما نستدعاش التلفزيون ديالها وما نجيش، لأن تيعرفوا بأن مقاصدي إنسانية، أنا باغيش ما نبغي حتى فرنسا وين تطلع، علاش؟ حتى هو عنده وليداته حتى هو عنده ما بغيش الإنسانية، احنا فينا في الإسلام، لكن بالأسف واحد منهم جاء ما كاينش التفاعل معنا، وهذا هو اللي سميته الخطر الكبير ديال التواصل الحضري. ما عرفتش كنت لكم اللي أظن اللي تكلم الثالث أو الرابع لح بزاف على القضية ديال التواصل، وهذا هو اللي سميته الخطر الكبير ديال التواصل الحضري. ما عرفتش كنت لكم اللي أظن اللي تكلم الثالث أو الرابع لح بزاف على القضية ديال التواصل، بأن ظهر لي اللي تكلم السادس اللي تكلم عن الوضع العربي النائم ولا إلى آخره والفجوة ما بين لا. إذن هذا الفهم، واللي باغي نقول ودابا نرجع لبعض الأسئلة كما جات، هو إلا جيت نلخص التدخلات كلها كاينة كلمة أساسية وهي التربية، بمعناها الشمولي ماشي غير البرامج المدرسية ولا الجامعية ولا الكتب ولا هذا، التربية بالمفهوم الأصيل ديالها القديم كيف تربيتي، والتربية هذه اللي تنعنيها تتكون في المدرسة تتكون في الدرب تتكون في الحومة تتكون عند مول الفرناتشي تتكون في الحمام تتكون في, 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 في كل جهة تتكون عند النجار، وهذا تتحس براسك بأن كل واحد تيعطيك واحد طرف شي حاجة تجربته تقسمها معك. هذا النظام التربوي التقليدي اللي كان عندنا بحال عدد الأمورات تدرس العائلة ما بقاش دورها في الترابي، البارح ولا في الغداء مع سي عبد اللطيف الصايغ تنهضروا على هذا انه شي واحد جا من 14 عام جلس، انا تنذكر 10 سنين 11 عام الوالد الله يرحمه كان تيديني من تيمشي يتغدى لشي جهه ولا هذا جلس مع علماء وانا صغير تنهضر على سيدي المدني بن الحسن في القاضي العربي العلوي وقاضي الزبوري في الدار البيضاء الى اخره، كانت عاده يعني ما فيها حتى حاجه تدي وليدك تجلس تيسكت تعلم تسكت ما كانش تهضر عليها تتشوي الهضره كلها فيها راه تبدي السكت دير بعض شحال من عام حقا اللي تنقول هاد النموذج التربوي تهرس ما بقينا لا بديدينا بحبلوك ما بقينا بالنموذج التقليدي ديالنا ما
حدينا واحد النظام اللي غادي يصلحنا، وفوقنا حدينا نظام ديالنا مبني على التقليد. انا هذه سنين في التحليل ديالي تنقول ان المصيبه ديال العالم الثالث وهو التقليد، لان قلدنا نموذج التناوي اللي عطى النتائج ديالو في اوروبا وغيرها، لان تاريخيا عبر جوج القرون كانت الثوره الصناعيه، كانت الثوره الفرنسيه، كان 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 هذاك النموذج ماشي جا ونزل، هذاك النموذج نتيجه ديال جوج القرون في التاريخ او اكثر، قيم مسيحيه يهوديه عملوها الى اخره. منين نجح لهم مشينا حنا مفكرين كان بحال هذا ميكرو غنقطو نهزو غنجيب هذا التنميه عندنا، وكان هذا هو الشرط باش تقبل المساعده الفنيه. الا ما تبعتي ذاك النموذج البنك الدولي ما تهضرش معاك، الامم المتحده ما تهضرش معاك، هذا علاش فات النظام ديال الامم المتحده. وانا وصلت للقمه ديالو وانا صغير، لان فهمت بان خدام المصالح اللي ضد مصالح حقيقه العالم وبالخصوص العالم الثالث، لان هذاك هو الخدمه اللي كان ديال لي ميسيونير. كنا تنلبسوا كاسكت الامم المتحده ونمشيو نبيعوا اشياء اللي هي ماشي صالحه ضروري، ماشي لان نظامهم قبيح، لان اللي فشلنا فيه هو ما نجحناش في خلق بابداع واحد النموذج اللي هو البناء اللي يكون صالح لنا، لان ما خديناش الوقت اولا لدراسه الحاجيات الحقيقيه ديالنا، ثانيا تكونت عندنا واحد البيروقراطيه والتكنوقراطيه اللي جالسه في المكاتب ديالها تظن هي عارفه شنو يعني مصلحه هذه البلاد، واخا في الفلاحه وما عمره ما صدم في واخا مهندس فلاحي ما عمره ما مشى لشي ارض ولا شاف شجره ولا شاف بقره ولا شاف هذا، جالس في المكتب ديالو مع خبراء ديال لائفا وغيره. اذا هذا الغلط في النموذج التنموي هو الاساس، والنموذج التنموي ما عندناش، لان تنعاود نرجع لان ما عندناش رؤيه، لما تقول رؤيه تنقول مشروع اجتماعي ديال المجتمع. ما عمري ما شفت نقاش عندنا لا عند الاحزاب ولا عند غيرهم شنو هو الشكل ديال الرؤيه اللي عندها هذا المجتمع المغربي كيف بغيتيه يكون. ما كاينش، تنتحدى اي حزب سياسي، اي وزير، اي رئيس حكومه، اي برنامج تقلب البرلمان يجيب لي بهذه الصوره اللي عدد ديال منكم التساؤل ديالهم كله حول هذه النقطه. الى جي التساؤل ديالكم كله حول نقطه، ما هي التربيه؟ بمعنى ماشي التربيه ديال الليسي ولا ديال المدرسه ولا ديال المسيد، شنو هو النموذج المغربي ولا المغربيه اللي بغينا يطلع؟ كيف بغينا يطلع؟ هذه الرؤيه سمح لي كانت عند والدينا. حنا طلعنا كانت والدينا يمكن كنا عارفين الاستعمار وكنا بغينا الاستعمار يخرج، وماشي بغينا يخرج، مين غادي يخرج اش بغينا نديرو؟ كان البرنامج ديال عام 34 1934 رجعوا له قراوات، فيه روح، فيه روح، ماشي غير نصوص وكلام. العريضات 44 جات، عدد اللجان تكونت، مشاكل درست، وماشي الحزب الاستقلال، جميع الاحزاب. والمغربي كان حاس براسه صغير ولا كبير بان عنده واحد الرؤيه واحد الحلم كيف غادي يكون، كيف غادي يصدر، وهذيك هي اللي تتسير. هذه ما كايناش وما كاينش في المغرب. لهذا الناس عاود رجعت لبعض القيام، واظن من اهم النقطه اذا كنت هذه قضيه ديال التربيه. والثانيه اللي جات هي هذه المساله ديال القيام، لان بكل حاجه مساله القيام. لان العالم يعني التساؤل اللي عندكم كله حول هذا القيام وحول الماده. ظاهره اللي دابا علميه اللي غنقول لكم اللي واصله، هو ان الغرب هذا الشمال اللي تمثل 18% في عدد السكان، تصوروا حاجه ان غدا هاد 82% الباقيه ديال العالم الثالث كلها تتمحى من الارض، يجي زلزال ولا شي حاجه تتمحى. بقاو غير هاد الناس الشمال بوحديهم 18% السكان، غير ممكن ان الحياه تبقى فوق الكره الارضيه 30 سنه المقبله الى بقاو على النموذج الاستهلاكي ديالهم. ما عرفتش كان تتفهموا النقطه اللي تقول بدون وجودنا الاستهلاك الان اللي في الغرب وبالخصوص الكربون اللي تيخرجوه والتولوت التلوث الصادر عن النموذج الاستهلاكي ديالهم ما تيسمح لهمش باش يقدروا يعيشوا 20 ولا 30 سنه اخرى على نفس ذاك المستوى. اذا بوجودنا او بدون وجودنا بمساله التوزيع لا غوديستريبيسيون او بدون هذا، بداوا يفهموا الان هذا هو مفهوم الحركه الايكولوجيه اللي تتسموا الخضر دابا، لان الشباب فهم ان مستقبله في خطر،
غادي يمكنش تبقى تعيش بالطريقة اللي عايش فيها في الغرب، يبقاش تكون عندك عدد الثلاجات وعدد الطوموبيلات وعشرة التلفزيون والدرادات. هذا المجتمع المبني على الاستهلاك، وهذا جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية. إذن هذه مشكلة المادة ولات دابا ما بين أيضا التطورات اللي صدرت في 20-30 عام الآتية، غنقولها لكم بسرعة، وهو الأشياء اللي كانت مادية كل يوم تترجع غير مادية. احنا في الاقتصاد تتكلموا عن الماتيرياليزاسيون ديكونومي. ما هي معنى الماتيرياليزاسيون ديكونومي؟ شتي واحد القاعة في عام 42 كان فيها واحد الحاسوب في MIT في المدرسة المهندسين في بوسطن في كامبريدج في الولايات المتحدة، وبها داروا العمليات والحساب ديال القنبلة الذرية. هذاك الحاسوب كان واخد قاعة تقريبا قد هذا، وراه مازال في متحف اللي فيكم مشى لبوسطن ولا مشى لMIT غادي يشوفوا. القوة ديال ذاك الحاسوب اليوم هذا عشرات المرات أقوى منها. هذا ما نخافش لكش، هذا عشرات المرات أقوى منها. شنو معنى هذا؟ شنو اللي ماتيرياليزاسيون ديكونومي؟ لنفس الغاية، لنفس الحساب اللي كان تيخصك هذا البيتون، وكان تيخصك آلات، وكان فيهم لمبات كبار، يعني داك المواد اللي كانت فيهم كلهم، اليوم عندك في هذه عشرات المرات أكثر، وهذا ما فيه تمادة خام. هذا كله ممصوب إلا بلي برودوي سانتيز اللي خارجين من المختبر. ما يحتاج لا الألمنيوم لا الفوسفات لا الحديد لا النحاس لا حتى حاجة، كله مصروف. هذا إذا تنقول ليميتاليزاسيون ديكونومي هو لنفس العمل ولنفس الغاية عندك أقل وأقل المادة. مثال آخر، هو مقبل كان عندك في التليفون تتعمل النحاس، لوكاد النحاس، باش تعمل 20,000 مكالمة تليفونية كان تيخصك 200-300 طن من النحاس. البلدان تتنتج النحاس بحال في جزء من افريقيا، في كولومبيا، في بوليفيا. اليوم شعره شعره فيبروبتيك، والفيبروبتيك تيتصنع في مختبر، ما محتاجش تمشي ندافع في نيوزيلاند ولا في زيمبابوي ولا في زامبيا ولا في الزاير ولا في البيرو ولا بهذا باش نجيب النحاس. اذا هذا لنفس الغاية نجد أن المادة تتقل وتتقل في الأمورات. هذه آلة ديال التسجيل، هذه 20 عام كانت في خصك وحدة فيها 20 كيلو، يلا تقدر تهزها بواحد السكتة تخدم. حنا غاديين والمادة تتقص، لكن شنو تتزاد؟ المعرفة تتزاد، المادة الرمادية لا ماتير غريز. لهذا هي أهمية الإنوفاسيون. لهذا تجبر في اليابان 30% ديال الانتاج ديالهم تيمشي في التجديد، في تشجيع الافكار، في تشجيع الناس يبتكروا ويبدعوا، يعني يكون نوع الابداع علمي. اذا هذا برهان عنكم ان الاشياء اللي ماديه هي تزيد ويتثقل الماده. في شيء اخر اغرب من ذلك، وهي الاشياء اللي كانت تعتبر غير ماديه. انا اعطيكم مثلا الضمير. الضمير كان يعتبر مادي، وديكارت اللي فضحنا به الدنيا ولا كارتيز، دابا كل شيء تيبينوا بان غلط. ديكارت جاء بواحد الدواليزم، جاب ثنائيه، تيقول لك هناك الروح وهناك الدماغ، يعني يا ليسبري هي لو سيرفو. الان جميع العلماء متفقين ان هذا غلط. تيقول لك هناك الروح وهناك الدماغ، يعني يا ليسبري هي لو سيرفو. الآن جميع العلماء متفقين أن هذا غلط. أولا سير جون إيكل جائزة نوبل في الطب ديال عام 74 عاد خرج كتاب تبرهن فيه بأن لا يسمى الضمير، تيمكن الإنسان يوجده على مستوى ديال الدماغ، لأن اليوم كاين وسائل باش تيمكن لك تحلل وتشوف ما اللي تيتسمى السينابس على قدر 1 من مليون ديال المليمتر. صور مليمتر قسموا على مليون الاجزاء، والطرف منه يمكن لك تشوفه بالميكروسكوب. اذا وصلوا حلول هذه. اخيرا ايضا في دراسات اخرى
ديال الدماغ بالمثال اللي تقدم كبير في النيوروفيزيولوجيا تبين بان هذا الانفصال ما بين الفكر والروح او هذا ان شيء غلط. اذا عندنا الان ايضا في الدراسات ديال الفلك عندنا اشياء اللي هي غير ماديه كانت تعتبر غير ماديه ان لين وصل اللي يمكن لك توصل وتعبر امورات على العشرات المليارات ديال الكيلومترات. ان متيقنين الان العلماء ان مضطرين يعتمدوا على اشياء غير ماديه باش يوصلوا لنتائج ماديه. اذا واخا غادي تبان لكم صعيبه اللي كاين والامورات اللي كانت ماديه هي زايده وهي تتولي اقل ماده، والامورات اللي كانت تتبان لا ماديه احنا زايدين احنا عندنا برهان ان في الحقيقه ماديه بمفهوم اخر. دابا جات واحد الضغطة ايضا مهمه بغير القضيه ديال التربيه، وهي جات ناس هضرت على البنك العالمي وعلى الغرب والتخوفات. لا وقعت لي حاجه باش تعرفوها، يعني عمري ما قلتها ولا الناس يعرفوها. هذه واحد 6 سنين كنت جالس، جاتني برقيه، كان مازال ماكنامارا في البنك الدولي، جاتني برقيه الله يخليك بغيناك في الماكنامارا، بغى يشوفك دابا 24 ساعه كيفاش انت بطايق الكونكورد اجيك واش قايد اش كاين ديك الساعه، يعني عام 1978 تقريبا 80، يعني هذه اكثر 81 هذه 10 سنين تقريبا. المهم هو بداك الوقت صفتوا مرايا باش يستشر معايا، لان كان واحد من النواب الرؤساء ديال البنك العالمي، كان السعوديه جات في الرسمال ديالها، وكان العرب عندهم حق يكون عندهم نائب المدير العام، يعني فيس بريزيدون لا بنك مونديال، دوب 5 ولا 6 عيطوا لي قالوا لي عيطنا لك، انت عندك خبره عن الخبراء في العالم العربي وهذا. دابا الله يخليك جاتنا اقتراحات من الحكومات تحت فيما عجبنا، عطينا انت شي 4 ولا 5 ديال الاسماء، عطيتهم 4 ولا 5 ديال الاسماء، وانا غنمشي للغد في الصباح هادشي كله 24 ساعة. والنائب المدير العام الكبير كان سميتو ستاين جلس قال لي كاين الاستاذ المنجرات، عندي امال ان هذه اللائحة يمكن نزيدوا فيها حتى الاسم ديالك. ولا ما يمكنش. قال لي علاش؟ قلت له بالانجليزي اتس ان اثيكال كويشن، قضية خلقية. ناض مشليته والله هكذا، قال لي وما هي العلاقة مع الأخلاق؟ قلت له ها المشكلة ديالكم. قلت له أنا من الصباح للعشية وحياتي كلها وأنا تنقول بأن أنتم السبب التخلف وأنتم كذا، وعندي 20-25 عام والطلبة ديالي قرير ومؤلف وكاتب 200 ديال المقالات، بأنكم أنتم هو السبب التخلف، وتبغيني جيتي لهنا تستشروا معايا لحد آخر واخا، وتبغيني نخرج من هنا من المكتب ديالك ونرجع كنائب رئيس هذا البنك اللي من الصباح والعشيه. هذه هي الاخلاق. فهمتي؟ ما تناش لا على بيته، واش شنو كنت؟ كنت عندك موقف، دابا موقف اخر، دابا جابك ربي واحد البلاصه اجي لينا. هذا باش تبرهن تعرف لاي درجه هذوك الناس في الحضاره الغربيه المعنى الحقيقي ديال الاخلاق، ديال ما تضغطش مع نفسك. يعني ما يمكنكش تقول كلام وتعمل العكس. انا ما يمكنليش تنهاجم كمدير اذاعه ماشي ار تي ار، ما تضرنيش بان دوزام اذاعه تلفزه صهيونيه فرنسيه محضه اكثر من لا يوجد، يعيطوا لي من صباح العشيه تبغيني انا تقول ذاك الكلام وندوز في دوزام؟ ما يمكنليش، لان اللي كتبت كله غادي نتناقض مع نفسي. تنقول لا يمكن ولا يقبل ان الاذاعه والتلفزه تكون تحت الوزير الداخليه وندوز في الاذاعه والتلفزه. نقول هذا الكلام امامكم ولا غدا تسمعوني في الاذاعه ولا في التلفزه؟ ما يمكنليش. ما تنقولش على موقفي، يمكن موقفي غلط، لكن المصداقيه هو ان الانسان في معاملته تيخص قد الكلام قد المواقف قد العمل. واللي للاسف الكبير اللي توجدوا الشبان، واحد من الصبيان اللي تيهضر على ليزانتيليكتوال المثقفين هو عدم ماشي استقامه، ما تنقولش انا مستقيم اكثر منهم. هي واحد عادات المصداقية الإنسان مع نفسه، إما عندك موقف واخده دافع عليه وعيش على مستواه، ما يمكنلكش تبقى تعمل لي فيراج هكذا تدخل لا هذه ما كاين باس هذه درتها بالسيفة وتجبر راسك كل مكان، ما يمكنش. أولا ما غادي يكونش عندك وقت التركيز الكافي باش تدرس ولا تقوم بالعمل ديالك، تقول قلت صناعي وقلت ما عرفتش، ما يمكنش. الإنسان يركز في حياته، قال لك تبت تنبت واحد الحاجة ادخل معها، ادخل معها تبعها. إذا هذه من المشاكل اللي جات على هذا. وأخيرا
تنقول شي واحد سالني على الصومال، طبعا الصومال قضيه استعماريه بحضه. الصومال 30 عام وهي عايشه مع السيد باري اكبر قماش فارق التالي. الشعب كله نايض ضده، ما كاينش اللي بقى مساعده. ديك الساعه بطرس غالي وزير الخارجيه والدخل مع السعوديين، وكانوا تيسبتوا السياد بار السلاح تيدخل من طريق لوغادا وكينيا وكلا، كله خطر لان تقصد السياد بار يبقى. وبطرس غالي كانت هذه سياسته قبل كان وزير الخارجيه قبل ما يمشي للامم المتحده. هنالك شيء اخر، ان تغيير اللي جاء سواء طلع هذاك محمد علي او طلع الجدر الاخر الديني بجوج مسلمين. وطبعا بطرس غالي قبطي وحارب المسلمين من المساء من الصبح الى المساء، وهذا هو دوره كوزير خارجية. وسبب وجوده كأمين عام المتحدة ليس له أي أساس آخر من غير كونه قبطي. هو قبطي ولكن يحارب الإسلام ويحارب العرب. هذا كلام قلته من قبل ونشرته من قبل، بأن أقبح نهار ومن شخص حال هذاك تسمى ذاك المنصب، والناس كلها تتأدي عليها دابا. إذا القضية الصومال زايدة، أن في الحدود الصومال عندك من جهه الحبشه وإريتريا اللي في واحد العدد المسلمين اللي معترف به، وعندك السودان. دابا هذا قلت الخاف، ما قلتش دابا تنخاف على السودان. السودان غادي توجه له، غادي يعطيه له. فهمتي؟ تنخاف على ايران بما فيها الاراضي عبد الحليم فضه، ومع الامكانيات العسكريه ديال العراق متاحين واحد 10 سنين، ايران ما يمكنش. ومن بعد عندك باكستان في الطريق. راه الهند مقابله بها في كشمير شغلها وخرين صوبين. هذا كله مشروع، هذا برنامج من تقول دراسات مستقبليه، هذا مخطط. انا من نط وتحركت على العراق ولا كتب ما نقدرش نقولها اليوم. من عام 55 اللي كنت طالب واحد السيد، انا راه تلاقينا عمر تلاقينا في دمشق عام 55، كنت راجع من بغداد. من تما ما عاود رجعت، ترفض نمشي للدول اللي فيها الدكتاتوريات العسكريه، ما عاودش رجعت لسوريا. ما يمكنليش نمشي لسوريا، ما كنتش تمشي للعراق. لكن جات قضيه الخليج، فهمت بانها ماشي قضيه ديال صدام حسين وديال الكويت ولا ديال السيدي الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني. فهمت ان قضيه مصيريه للمستقبل الحضاري ديال العالم الاسري، وان هنالك سماسره ومرتزقه داخل البلدان بما فيهم رؤساء دول ورؤساء حكومات في ذاك المنطقه. هذاك علاش تحركت؟ ما نبتش ندافع انا في كتابي كله. الا جبرتي صدام حسين ضلني برا ولا جوج صر من هذا جبرها. فهمت ان خطر، لكن مشاو للعراق لان هي البلاد العربيه الوحيده اللي كانت تصرف 1.5% على البحث العلمي. حنا ما وصلناش ل 0.3%. هي الوحيده اللي وصلت لواحد الاستقلال الذاتي، ان ما تعطلاش على المساعده الفرديه. انا شفتها في 6 شهور بناو البلاد كلها بالثلث الربع ديال التبادل، وكانوا معتمدين على الخارج. عندهم ناس اكفاء، عندهم رصابه، عندهم 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 حضاره، وعندهم 6000 عام الحضاره. يبغى غادي يمكن الجهال تاع امريكا اللي ما عندهاش 200 عام تجي وتعمل لك الناس اللي عندهم الحضاره في دمهم اللي قالت الشعبيه راه عارف الحليب. اكيد غادي يمكن لهم الجهال. لكن الوضع العربي ما نتخوفش عليه. الوضع العربي الله يرحم والديكم، يتقولوا الوضع العربي العسلمي قول ديال الحكومات ديال الحكومات. انا تنظن اي مغربي اللي ما عاش 3 فبراير عام 91 المسيرة في الرباط، ما عرفش بلاده، ما عرفش كل ما المغاربة. كان مهرجان لا يتصور. كانت الناس بخلوعة، شكون اللي بخلوعة؟ السفارات في إسرائيل الغربية بطلوا لي بلاك الطوموبيلات ديالهم، خوف لا يتمثال. اللي كان في شي منصب خوفان قال في دارو شد عليه. تم للداخلية في السطوحة تتبعوا بالكاميرا ديال الإذاعات متبعين شنو واقع. الناس زعزعت، وهذاك برهان اللي جاو الخليج تنقولها وتنكرها، حرب الخليج برهان شيء، وهو الفجوة الكبيرة العظمى الموجودة ما بين المسيرين والشعوب داخل بلداننا واضحة. واحد قال حاجة ما قلتهاش أساسية، أن أهمية دراسة المستقبلية عندنا المستقبل مفتوح. وإن المستقبل شنو؟ تتقول قدامي 15 عام عندي اختيار، تيمكن لي ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه. قال لك اللي عنده باب وحده الله يشد عليه. الدراسات المستقبليه هي هذا، وتتخلي الإمكانيات وتتشوف مع الوقت كيف تتصلح التوجيه ديالك وأنت غادي. إذا لازم هذه قضية أساسية في الدراسات المستقبلية، أن الشيء مفتوح. أن أهمية الدراسات المستقبلية عندنا المستقبل مفتوح.
كنا من 16 شنو تتفك قدامي 15 عام عندي اختيار تيمكن لي ندير هادي او ندير هادي او ندير هادي او ندير هادي قالك لي عنده باب وحده الله يشد عليك الدراسات المستقبليه هي هذا هو تتخلي الامكانيات وتتشوف مع الوقت كيف تتصلح التوجيه ديالك وانت غادي اذا لازم هذه قضيه اساسيه في الدراسات المستقبليه ان شيء مفتوح السؤال بي غنكمل يعني سعد قسمين اساسي وهو تنظن مهم اللي تقال في الاخير وفي الحقيقه يرجع لعدد النقاط اللي كانت على في بقيه النقاط الاخرى قلت على الصبال التفاؤل بون هذاك القطاع على قالك واحد اللي قال لي التخوفات ثلاثه لا هذا من زمان الغرب تيخاف من الديموغرافيا لان عنده الان عدد الدول ازدياد السكان ديالو سلبي يعني سي كروسانس نيجاتيف الدول الشرقيه كلها بولونيا تشيكوسلوفاكيا وغير ذلك كلها هما غاديين العدد السكان ديالهم تينقص ولكن في الديموغرافيا ما كاينش غير القضيه الكميه كاين القضيه الكيفيه هو الهرم الديموغرافي عندهم وما تزيدوا والعدد السكان اللي عندهم مسنين يعني التطور تقدم المجتمع الناس تعيش دابا المعدل في اوروبا 80 عام 78 عام النساء توصلوا 84 عام اليابان المراه توصل 88 عام كمعدل والراجل 82 عام اذا المجتمع تجيد والعدد السكان اللي مسنين اللي نقولوا قبلهم 50 عام قبلهم 55 عام اللي غادي يكونوا ولاد العامله تيقلالوا اذا من جهه المجموع عدد السكان تيقلال ولكن التوزيع داك السكان تعمل امر سهل وان الثلثين في العالم سكان العالم عنده اقل من 20 عام لكن ثلث ارباع هذوك ما بين القلب يوجدون في العالم كامل اذا عندك توزيع لهذا تنقول على القضيه ديال الناس اللي مخلوعين على الميغراسيون على كذا عارف بان من القلب دابا 10 سنين اوروبا غادي تسعى لد العامله من جهه اخرى ما عندهاش الوسائل لان معوله على اوروبا الشرقيه ما عندهمش الناس واخا يعملوا لا روبوتيك واخا يدخلوا الاعلاميات واخا يدخلوا اللي غادي يديروا كاين عدد ديال الخدمات اللي هما غادي يدوروا غادي تولي اليد العامله في الخصوص الى متقفى يعني لي ريسورس هيومان الموارد البشريه اللي غادي يولي عندها الثمن وانا تنبكي اننا تنوثقوا بنادم ديالنا بحال القر بحال المطيشه بحال هذا وفي الاكاديميه ديال المغرب قلت في مدريد عام 89 او 90 قلت اودي يجب علينا اذا كان الاتحاد المغرب العربي اللي عنده شي حق هو يعمل صندوق التضامن شنو هذا صندوق التضامن اي مغربي جزائري تونسي كما كان في اوروبا اللي باغي يرجع لبلاده نضمن له الرجوع ونضمن له الاجره ديالو لمده خمس سنين ونشوف كيف نستغلو باش ندافع على الكرامه الحقيقيه ماشي نعتمد على هذاك اللي على برا اليوم بحال في المغرب ان هذوك الخدامه اللي على برا العدد الفلوس اللي تسيتو يومين اكثر من دخول الفرصه اكبر من دخول عندنا هما ديك اليد العامله اللي في الخارج لكن بحال واحد الوقت تنصيفطو شحال بالحوت غنصيفطو لاسبانيا شحال هذا تتحسبو دخل عليك واش بنادم ولا لهاد الدرجه هو اي بلاد اللي تتوثق بنادم ديالها هي بلاد متخلفه لان تشبيه النمو هو استعمال الكفاءات والطاقه البشريه ملي ما تتعرفش قيمه بنادم ديالك وتتولي تتشجعو توثقو وبالفلوس تابعو وعطال عليه يصيفطك فلوسه وتعمل له ابناك ديالو وتعمل له امورات وحيلات بجميع الطرق باش تسولى على الفلوس ديالو وباش تعيش فيهم على ظهرو ومنين يوقع له شي حاجه ومنين يتضرب ومنين يتقاص من عند صحاب حقوق الانسان ما كاينش اللي تيتحرك ثلاث ايام من بعد تقول لو فيس كونسول ا روسو ان تيل بور لو دير هذه هي الكرامه وكان هذا الصندوق يدخلوا الناس والله كيف تنحلف وكان دارت هذه في ليبيا ودخلوا ذاك الناس وانا ما عندي غرض مغربي يمشي لتونس الا بغى يمشي للجزائر نساعدو الى توقف لهم الاقتصاد ديالهم ندخل غير العلماء ديالنا المركز للبحث العلمي في فرنسا فيه 748 باحث مغربي فيه 345 باحث جزائري فيه 280 باحث تونسي مش معلوم هذاك نوقف البحث العلمي في فرنسا ودي سي مزيان ما تيضرليش قد قد ديال ما كاين باس خليه يجيبوا يسموا ريحه الخليع وريحه الكسو والعراج على اللي قال كابيستا غادي تاثر عليهم هذه هي الوسيله الوحيده نعملوا حتى حنا ديسبورا تيتعاملوا بهذه الطريقه اذا هذه نقاط اساسيه
بقات مقتضى كتاش نواجب عليها في الخرج تظل قضية ديال الاتصال الحضاري اللي مهمة. والدرجة اللي مهمة لحت عليها أنا الحمد لله هذا الكتاب اللي تشوفوه عمل واحد رقم قياسي تدخلها كل واحد. هو تقادر طبعا السلسة تخرج من دابا 10 أيام لعشرين يوم. صدر رقم قياسي باع واحد القدر الحمد لله تعدى 30,000 وهذا قليل في التاريخ النشر في المغرب. منين جا عملت زكاة المدخول ماشي هذا الكتاب جميع مكتوبين الأمور كلها عملت صندوق وسميته صندوق للدراسات المستقبلية ديال الاتصال الحضاري. باش هاد النقطة اللي قالوا البعض فيكم تنبغي ناس في الغرب دابا مع بعض الناس في الاتصال في الغرب باش ندرسوا جميع شنو هاد المشكل. علاش أنا ملي تنشوف سائح هولندي ولا سويدي ولا إيطالي ما عندي حتى مشكلة ندخلوا لداري نشرب نصوب علاه؟ وعلاش من الجهة الأخرى تنجبر واحد الحس اللي هو قبل كل شيء ماشي إنساني؟ لأن من ناحية إنسانية إلا جلستي راسك راسو ما عندك مشكلة إنساني. فهمتي؟ لا تنسى سارت قال واحد الكلمة مهمة تيقول لك لوتر سي موا الآخر هو أنا لكن لي زوطر سي لونفير الآخرين هو جهنم. لأن شحال من مرة تجلس مع واحد تيقول لك يبون يكفاكم لي زوطر يعني تيبغي يكبر بك ويسب في البقية. سي فوز افي ان مسلمان ديفيرون فوز با كوم لي زوطر هو راه بغا يكبر بك بالحق سب مليار و200 مليون ديال المسلمين الاخرين. كاين اللي تيعجبو الحال كاين اللي تيعجبو الحال ديك نقول شي خدكم جو سي با كوم لي زوطر هذوك الاخرين هباج هذوك الهباج ذاك العرب وذاك هذا كذا هذه الثقه. اذا هذه القضيه الحضاريه مهمه الابحاث هما بنفسهم غادي يضطروا يرجعوا لها. لهذا قلت الخوف ديال الديمقراطيه في سبيلكم علاش الخوف الاسلام بديت القضية ديال الفاتيكان وحقيقه هالارقام هنا شيء خيالي ماشي ديال جون بورج وفيشا اللي كان رئيس الديموغرافي العالمي المسيحي لا علاقه له مع الاسلام عمل واحد الدراسه راه استعملتها انا في جبرير الصحه 49 استعملتها على التوقعات ديالو على السلبي. نعطيكم مثال شو ايه في عام 80 اليهودية والمسيحية كانت تمثل 31% من سكان العالم. توقع جون بورجوا بيشا إن في 2100 غادي يوصلوا ل 20% الثلث غادي يمشي. الإسلام في عام 80 18% في عام 2100 غادي يدوس ل 40% وهذا حد أدنى هذا أقل ما يتوقعون. والطريقة اللي غادي بها الإسلام تسير الصحوة غادية بوحدها ما غادي يقفى لا بن علي لا مباراة لا كافي ولا يكفي ولا تا واحد. هذا سبب التخوف ديالهم. القضية الثالثة هو اليابان. واليابان بي غادي يتم صار لي شرط اننا نتبع اليابان من عام تقريبا 68 اللي كانت الذكرى ديال 100 عام ديال الثورة ميجي ومن صغري يعني صغري الجامعي وانا ما تنقبلش هذيك ليكواسيون ان الحداثه هي التغريب موديرنيزاسيون ايغال اوكسيدنتاليزاسيون بان ما كاين حتى طريقه اخرى باش يمكن توصل الحداثه الا اذا تبعتي الطريق اللي داز عليها الغرب. هذه تاع الاطروحات تاع قريتي والعروي وخير وهادو وناس نقدروهم علميين ناس لكن ليس هنالك حل اخر الى الطريق. الطريق دازو منها ما كايناش اخويا واحده اخرى هذه طريق الكياس دوز منها ما دوز من جهه اخرى من لابيست ولا هذا. اليابان لا اليابان فهم ان القيام لها علاقه بالتطور وان لهم تاريخ ونضو. والله العظيم عام 68 كان حتى ذاك الوقت تنحارب في النقاش في الصحف في لوموند وغيره والغرب كان تيقول لك اليابان تقلد تيجيبوا صور تاك 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 وتيسرق شي حاجه وتيسيسوب وانا تنتحارب تقول ما تقلش يعني المرحوم لامبرور هذا اللي مات في الذكرى ديال 75 عام ديالو سبعه الناس خارج لابين تعطيهم اكبر جائزه وانا الواحد من العالم الثالث. علاش؟ قلت انت على الاقل فهمتي قبل الناس اليابان ودافعتي على الحضاره اليابانيه وانا لله ما انا ممثل لا تسولي لا عندي بعشره عام ولا حتى اذا اليابان كان تيهمني لانه هو الحجه ان باش توصل الدرجه التكنولوجيا اللي وصلت لها عندي اللي وصلها اليابان شتي هذا الاورديناتور اللي عندي هذا ليكرون ديالو دلوان لا يمكن ان يصنع في امريكا لا يمكن
لان ديال الوان كله ترانزستورات باش تصنع تخصك توصل لواحد المختبر اللي ما فيهش حبه ديال الغبره. وامريكا مازال ما وصلت لدرجه انها تنظف المختبرات ديالها انها ما تبقاش فيه الغبره. اليابان وصلت ايبام والخريف مضطرين عاملين اتفاقيه مع توشيبا هي اللي تصنع تو لي زيكران كولور. اليوم امريكا دافعه مع شحال مليون دولار باش كل ما يكتب بالياباني يترجم الى الانجليزيه، لان السبب ديال اليابان هو اللي فهمت نقولها وما كاين سر التنميه. اليابان دار جوج حاجات من هذا سميتو منين وقعت هذه الثوره ديال الميجي عام 1868 ولات تترجم كل شيء. اهم الاشياء اللي تتبان في الغرب غيرها تترجم على اليابانيه. اذا اهتمت بلغتها. اليوم امريكا دافعه مع شحال مليون دولار باش كل ما يكتب بالياباني يترجم الى الانجليزيه، لان السبب ديال اليابان هو اللي فهمت نقولها وما كاين سبب التنميه. اليابان دار جوج حاجات من هذا سميتو منين وقعت هذه الثوره ديال الميجي عام 1868 ولات تترجم كل شيء. اهم الاشياء اللي تتبان في الغرب غيرها تترجم على اليابانيه. اذا اهتمت بلغتها. جميع الدروس الفيزياء النوويه العلوم ديال الفضاء كل شيء باليابانيه. ايبام في الاول قالت ما غادي يمكنش اليابانيين بعد شحال من كاليغرافي عندهم يستعملوا الحاسوب، استعملوا الحاسوب وعملوا برامجهم. حنا كعرب هذه 20 عام مازال تندرزوا واش غنديو النظام هذا واش ناخذوا النظام الكويتي ولا النظام اللبناني ولا النظام. حتى الكلمه ديال الحاسوب مازال ما اتفقنا على شنو هي، تيقول لك العقل الالكتروني اللي قال لك الحاسوب. اليابان اذا مشات على الطريقه عندها جوج الاسرار، اهتمام بلغتها وبحضارتها، والثانيه هو محي الاميه. ما دخل القرن العشرين حتى اليابان ما بقاش فيها امي واحد. حنا عندنا العدد الامي اليوم في المغرب اكثر من عدد السكان المغرب المستقلين. بالقسم هذا الحساب كنا 12 مليون من المستقلين في عام 56، اليوم كاين تقريبا 15 مليون 14 مليون الامي. مع المجهود اللي معمول ما تقولش في ذلك الثقافي. اذا لما تاخذ هذه السردين ما تقولش عاوتاني نمشي نعملوا غلط ان غنقلوا النموذج الياباني، ما يمكنش. النموذج الياباني جو اليابانيين صالح اليابانيين. النموذج الصيني فابريكاسيون لوكال يصلح فابريكي. وهذا حنا النهار اللي نوصلوا نعملوا بان النموذج التنموي ديالنا موديل ديفلوبون نعملوا فابريكي وماروك غنطلعوا. اما مادام فابريكي في زيتازيني فابريكي على بنك مونديال فابريكي في فرنسا فابريكي على سي او غادي نكبش. اذا السر فيما يخص اليابان برهنت بشيء ان الحداثه ليست هي الغربله، ان تيمكن تدخل الحداثه وتتعداها بالقيام ديالك. ان القيام ما هو ماشي عرقله التطور. فهي القيام الاسلاميه الحقيقيه اللي غادي تبنى عليه باش في العالم العربي. ملي كنت تمشي للجزائر دابا طبعا ما تمشيش، فانجلس تيجيو عندي. هذه مرات انا كنضرب بزاف في الجزائر حيث بان امراه هي اللي ترقص الجلسه وكانوا العلماء وكان القرداوي والغزالي الى اخره، وتقصد جبرتها بحجبه، جبرتها استاذه ديال الروبوتيك في وهران. كلهم يعني ناس عندهم جيت كنت معاهم علميين عندهم. كنت في كندا اخيرا لقيت محاضره كندا لديفيرسيتي دي لافال كاثوليكيه تنظم سنويا الايام الاسلاميه. مشيت لقي محاضرات ما عاود استغربت الناس كلهم اللي مصوبين. اذا القيام ما هو ماشي العرقله، بالعكس الا ما بديتي شي حاجه بقيامك. القيام هما الاساس. الا الاساس ما كانش صحيح ديالك وكان منقول البدايه غادي تطيح. لهذا كانت اسئله على ايران وعلى هذا تنظن وهذا اللي باغي ننهي به وتخصكم تفهموا شنو كان عليه من تقول على حقوق الانسان والديمقراطيه. ان حقيقه هذه كاتبها وراهي تفاد الكتاب هذه مده عن النفاق الغربي في نفس الديمقراطيه وفي نفس حقوق الانسان. الطريقه اللي كانوا متعاملين معها مع الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت، وان اليهود ما يمكنهمش يخرجوا، ومع بولونيا لان الباب واللي وقع في بوكارست مع تشاوسيسكو يعني الدفاع عن الحريه من الصباح للعشيه. لكن لما كان يوقع تحرك داخل البلدان مثل الافريقيه والعربيه هذاك الغرب تيساند النظام الموجود.
موبوتو قمار صفار انت انا دائما تكون قد عارف قانونيين لما تتمس برئيس دوله عنده الحق يدعيك وما زلت تنتظر شي واحد يوم يدعيني انه بصباح العشيه يعني بدون مجامله تنقلها وتنتظر ذاك اليوم كما كانوا الشرعيين عندهم الحق هذا اتفاقيات دوليه يعني يمكن هذا موبوتو يدعي غدا بان المدينه المنجره قال قمار صفار قتال جالس لي مع ميتيرو في سميتو في لين موريس في القمه الفرنكوفونيه بالحق ميتيرو قال لبوبوتو خصك تنظم الانتخابات وقولوا بان غادي تنظموا في عام 94 من تحركت الدنيا في مدغشقر باش تقلب النظام ديال واحد ديكتاتوري اخر اللي وقف مدافع على الرئيس ديالو هما جيوش فرنسيه كل رئيس دوله افريقي توغو وقعت فيه انتخابات حقيقيه وتقلبت نيجيريا طلع انتخاب العناس عاود ما قبلوهوش بحيث ما كاينش اللي مدافع على الاقطاع الحقيقي وعن خرق حقوق الانسان وعن عكس الديمقراطيه مثل هذه الدول الغربيه اللي بحال قال واحد منكم هي قابله الديمقراطيه للرأس لكن ما قبلهاش ما تبغيش تقبل لي انها تصور اذا كانت ديمقراطيه في البلدان العربيه والافريقيه وهذا اي باب غادي يدخل الغرب باش يحتكم اليوم عنده ثالث واحد اليوم تيكفي رئيس الحكومه يكون ما بين يديه وانت بغيتي الديمقراطيه وخصو يتفاوض مع برلمان وخصو القضيه تدز ما بين حزام وسبيني وبين هادشي زيدي انا عندي واحد تنتكلم معانا الانترلوكيتور عنده لي بوفوار كلهم ديليغي تنتكلم به في الجميع اذا ماشي في مصلحتهم كي بغيتيهم يدافعوا من الخارجيه لكن اكبر شيء واكبر حقيقه النفاق اللي وجدت على المستوى الدولي اشتغلت انا كثير بحقوق الانسان في عام 57 58 59 القوانين الدوليه كلها في الامم المتحده وشفت النفاق الفرنسي في ذاك الوقت على الاستقلال الجزائر وغير ذلك لكن لما جيت وعملت مبادرة طلب من عدد الحزاب في المغرب وأسست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عاد حسيت بالنفاق الحقيقي ديال هذاك الغرب ولكن نقولها الآن معروفة أكبر عرقلة وجدت في ميدان حقوق الإنسان في المغرب وهما الأحزاب السياسية كما كان لأن ما تقبلوش تحترم الاحزاب السياسيه لكن من المشاكل في هذه البلاد الكريمه ان الشخص لا وجود له شرعي لا وجود له شرعي ما انت موجود الا اذا دخلت في الحزب او الحركه او الجمعيات بحال هذه الاسماعيليه ولا غيرها ولا هذا اما دمت انت محمد بن عبد القادر تقيد القانون ما تعطيك حتى حق اش تدير انت ذاك الغرب بغيتي تقدم انتخابات تقدم يا اخي مع هذا عاد زادوا لنا هذه الاصابه الجديده هذه المره هذه اما شرعيا لا وجود لك الا اذا كنت منتمي كان اللي منتمي الله كان اللي منتمي هذا انا والد الله يرحمه والصينية الحزاق اللي معبرك ما تدخل شي جماعه اللي مقفوله ما تخليهاش كل واحد فهمتي انقص اذا هذه قضيه حقوق الانسان هنا عشتها لكن عرقلها من تقول الاحزاب جبرتها ماشي بالناحيه السياسيه لان عنده مركاب الا بسيتي لهم في الاعلان العالمي لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروات العمر عام 48 عندهم اهم القران سبح الله العظيم ولا الانجيل ولا التوراه أسيدي ما كنتيش في ذاك الوقت هذيك راه مأخرة بالنسبة لديك عام 48 في عدد حقوق جداد اليوم حنا تتكلموا في عام 90 والو لكن هذاك هو المرجع وإذا قلتي بحال اللي درنا دخلناها في الأساس أن يجب في ميدان حقوق الإنسان في المغرب أن نعتبر أنها بلاد عربية مسلمة بربرية وإلى آخره ونأخذ بعين الاعتبار هذه القيم اللي موجودة في هذا المجتمع هذه حقوق الإنسان لم نديرهم مش من الناس ديرهم الى المرجعيه ديالي والمفاهيم ديالي ماشي ديال الناس اللي تدافع عليهم غنجيب لهم نقرا لهم مونتيسكيو قال الى قريتي مونتيسكيو بنفسه عنده تيقول بان ما يمكنش حقوق الانسان الفرنسيه الدستوره الفرنسيه تطبق على كل واحد وما يمكنش تعال الحق سماو لا ديكلاراسيون يونيفرسال فرنسا قررت بان سي يونيفرسال اش تبعت يونيفرسال انا عندي مرجع عندي مفاهيم في الدين ديالي غنطورها الى جبرت شي حاجه مقفه غنقدمها إذا تاف ميدان الديمقراطية وتاف ميدان حقوق الإنسان كلمات ما تهمونيش أنا أكبر اللي حاربوني هما الصهاينة والآخرين في الخارج لأن ملي قلت فكرة غندعملوا اتحاد مغاربي لحقوق الإنسان تخلعوا قال صافي هاد الميدان اللي حنا قاطينهم بهم تخلع فهمتي إذا عدم الثقة في الدرس ديالنا وعدم الثقة في عدد المثقفين ديالنا وعدم الثقة في الأحزاب السياسية اللي كانت عمرها ما تتكلم على حقوق الإنسان ما بدك المنظمه المغربيه لحقوق الانسان ونجحت ذاك النهار عرفتي تصدينا ذاك الساعه خصك تعمل يديك عليها لان هذه بيع وشريه مزيانه فوند كوميرس دات قيد زوال سيدي بدنا نهضر على حقوق الانسان لا
باخك على سؤالك هذه بين قوسين وهذا الكلام اللي تقول راه قلت في الجرايد وقلت في جهه اخرى وقلت في راديو فرنسا انترناسيونال بحيث مكبر الناس الاخرين يسمعوا وبكل احترامي وتقديري لعدد الناس في الحزاب وكلهم عندي اعزاز وعدد منهم تنقدرهم وما نبغيش تفهمهم اللغه ديالي تنسبيها كاين واحد العدم تقول عدم نظافه فكريه يعني عدم تعامل باخلاق مع الاشكاليات العالميه الحاضره. الديمقراطيه كلمه انا عقيد اللي في قلب الله ما عندي غراضي لا قلت لي هذا الماء غتشربوا انا سميه سيدي علي ولا سميه سيدي حلاص ولا سميه راه يكون ما نضيف ومصوب يقول لي انا اعطيك الماء. اما تعطيني هذا مكتوب فيه سيدي حلاص وما فيه والو ولا خاوي ما قضيت والو به. اذا هذه القضيه ديال الديمقراطيه ما تيخصناش نتعلقوا بالكلمات، تيخصنا نتعلقوا ما هو المضمون داخل الديمقراطيه. بلا ما نقول لك لا الشورى ولا غير ذلك وهذا. وصافي راه طولت عليكم هذه دابا 9:30 اعتذر نشكركم الى بقات ان شاء الله تجيبوا نسبه اخرى ولا هذه الا الا كاين بغيتي واحد القصبين ولا اربع ساعه شوفوا المنضبين اذا ما عندهم مانع الناس اللي تحاربوا يعني كان باغيين شي جوج ثلاثه تما وصافي ومشيو صافي. هذا ماشي عيط انا ما تخافش عليا غير عليا خليهم واصلح لي خليهم اذا كاين مشكل لان تنقص عليا هذو كلهم غتجبروا في الطريق دابا هذوك اللي ما هضروش انا عارف على شي سالي نعم اسيدي نعم تجيني وصار القرا وكان غادي يسكتوا لي شي حد الى